أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم ولقد خلقنا الإنسان
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين صدق الله.